السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. النهارده ان شاء الله هنتعلم كلمات مهمة جدا ليها علاقة باللبس. قبل ما اقولك الكلمات دي، عايزك تتخيل معايا كده ان انت رحت تشتري لبس من براند عالمي، من محل كبير جدا، وانت طبعا معاك فلوس كتير قوي. فالمهم انت رايح بقى ايه تشتري اللبس، فالمهم انت دخلت محل كبير جدا، ناس جوه بقى براند، بقى ناس لابسه لبس شيك جدا وكده. المهم انت دخلت قبلك حد سلم عليك وسال لك ازيك اخبارك ايه مش عارف ايه. فالمهم قالوا بقى يبدا بقى الحوار ما بينكم، فقال لك حضرتك في حاجه معينه تحب تشتريها ولا تحب اقول لك ايه اللي موجود؟ فالمهم انت بحسن نيه انت يعني مش عارف، فانت قلت له ايه اللي موجود. قال لك يا فندم احنا هنا موجود عندنا كل اللبس اللي حضرتك هتحتاجه، احنا عندنا بانتس، عندنا سويترز، عندنا جاكيتس، عندنا كوتس. فالمهم انت بصيت له كده، انت ما فهمتش اغلبيه الكلام. المهم انت لقيت كده ان هو في جاكيتات في النص، وقلت له لا لا يعني انا بس هاخد لفه كده بص المحل فيه ايه. المهم لفيت كده بتحاول تبعد عن الراجل ده، تهرب منه وهو ماشي وراك. فالمهم انت كل الموضوع ان انت كنت عايز تشتري قميص، لفيت له كده قلت له حضرتك بعد اذنك يعني بصوت واطي كده صح، انا عايز قميص. قالك تمام يا فندم، حضرتك عايز شيرتس؟ تمام، اتفضل معايا على المكان اللي فيه شيرتس. فالمهم انت مشيت وراه عايز تشوف ايه الدنيا. فالمهم الراجل بدأ بقى يسألك شوية أسئلة، فهو بيقول لك حضرتك عايز الشيرت ده عايزه بلين ولا تشيكرد؟ السؤال الحقيقي وقع عليك الصاعقة، فقلت له يعني أنا عايز قميص عادي الحقيقة، عايزه قميص بكم. قال لك تمام يا فندم، هو أوريدي أصلا الشيرتس اللي موجودة عندنا كلها معاها كده كده السليفز. سليفز طبعا دي اللي هي الإيه، اللي هي الكم يعني الكمام بتاعتها اللي هو سليفز. قال لك حضرتك عايزه بلين ولا عايزه تشيكرد؟ فالمهم هو عاد السؤال تاني، فانت بصيت له كده قلت له انا بصراحه مش فاهم، بص لك بقرف كده وقال لك اه تمام، حضرتك عايزه بلين يعني ساده يعني، ولا عايزه تشيكرد يعني اللي هو كاروهات؟ فالمهم قلت له لا ده انا فرح وكده يعني عقبال عندك، ايوه انا عايزه ساده. قال لك اه تمام، حضرتك عايز شيرت بلين يعني، تمام تمام. المهم هو ما وقفش من السؤال الاولاني، قام داخل عليك بالسؤال التاني، حضرتك عايز الشيرت ده عايزه كوتن ولا عايزه سلك؟ المهم انت الحقيقه مش فاهم هو بيتزربن عليك ليه. المهم يعني انت مش عارف، هو حضرتك انا مش عايز سلك، انا مش عايز سلك، انا عايز حضرتك قميص. المهم انت اتضايقت جدا بقى، فبدات تزعله، حضرتك انا مش عايز سلك، انا عايز قميص. المهم بص لك كده وكان فاطس على نفسه بالضحك، وبيقول لك ان الشيرت ده حضرتك هو الكاتن، ده كاتن اللي هو القطن، قطن بنقول عليه بالانجلش كاتن، كاتن كاتن، او سلك. سلك ده طبعا اللي ايه اللي هو الحرير، سلك ده اللي هو الحرير. فالمهم قلت له حرير ايه يا عم حرام الكلام ده، انا عايز قميص عادي خالص، عايز قميص طبيعي، عايز اروح بيه فرح. المهم قال لك خلاص، قال لك خلاص فعلا، هسألك اخر سؤال بس، حضرتك عايز اللون بتاع الباتنز ايه؟ اللون بتاع الباتنز. المهم انت بقى انت ايه بدأت تتعصب، قلت له سمحت من فضلك انا عايز القميص، انا عايز المدير. المهم حضرتك قال لك الباتنز، حضرتك الزراير، الزراير عايز اللون بتاع الباتنز اللي هو الزراير ايه. المهم انت اتعصبت جدا، قلت له بص بقى انا عايز ايه، انا عايز تيشرتايه. المهم قال لك يا فندم تعالوا اتفضل معايا يا فندم، معايا الجزء بتاع التيشيرتس، التيشيرتس اللي هما التيشيرتات. المهم انت رحت معايا التيشيرتس دول ما عجبوكش خالص، فحسيت ان انت خلاص انت محتار جدا. فانت المهم بتقول له انت انا مش عايز تيشيرتس يا عم، انا عايز قميص اللي هو شيرت، عايز قميص اروح بيه الفرح. المهم قال لك يا فندم خلاص يا فندم احنا عندنا سوتس جميله جدا جدا جدا. فبتقول له سوت ايه يا عم بقى، انا كلمني عربي. بيقول لك السوت يا فندم، السوت يعني بدله، بدله حضرتك بدله عشان الفرح. المهم انت قلت له ايه خلاص تمام هشوف السوتس اللي عندك. في المهم رحت عشان تبص على البدل، المهم رحت بصيت لقيت البدل غاليه جدا، فهو شاف في عينيك الصدمه، فقال لك يا فندم ممكن حضرتك تشتري شيرت عادي وتشتري معاه بانس، بانس بانس يا فندم. المهم انت بقى ايه قلت له اه ماشي. المهم بانس ده يعني هو كان يقصد بالبانس ده اللي كان يقصد البنطلون، بنطلون بانس 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 بنطلون. فالمهم انت ايه قلت له عندكم بنطلون جينز؟ قال لك يا فندم حضرتك دوسوا جينز، جينز يا فندم اه عندنا جينز يا فندم، ممكن حضرتك تيجي برضه تتفرج عليهم. المهم اشتريت الجينز ده، وبعد كده قلت بقى عايز تشتري بقى ايه جاكيت، جاكيت بقى اللي هو الايه ال 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 الجاكيت. فالمهم هو انت رحت له قلت له حضرتك انا عايز جاكيت، قال لك حضرتك عندنا في جاكيت وفي رين كوت تحب اني؟ فالمهم قلت له ده بكام وده بكام؟ حضرتك قال لك مش بالسعر يا فندم، حضرتك الجاكيت ده عشان تخرج بيه، انما الرين كوت ده عشان لو في مطره او كده فده بيبقى معطف كده حامي للمطره.
فقلت له انا عايز جاكيت عاديه. قال لك حضرتك في كوتس جميله جدا للشتاء بس تحب يكون فيها زيبر ولا باتنز؟ قلت له بقى يا عم انت عايز مني ايه بقى؟ حضرتك باتنز عايز زراير ولا عايز زيبر اللي هو السوسته؟ فقلت له سوسته اللي هي الزيبر. المهم بعد كده قال لك حضرتك عايز فيها هود ولا لا؟ فقلت له يا عم بقى عايز ايه؟ قال لك هود الهود اللي هو الزعبوط. قلت له ما تقول زعبوط بقى يا عم انت، حضرتك الهود يا فندم. قال لك طب اخر حاجه يا فندم بقى الكود ده انت عايز فيه باكيتس ولا لا؟ قلت له ولا ما تزربنش. قال لك حضرتك باكيتس بقى يا فندم الجيوب، عايز جيوب ولا لا؟ فالمهم قلت له اه تمام هات ده. المهم وراك كام حاجه كده عجبتك قمت شاري واحد. المهم الراجل ده يعني ايه ابدا ايه بقى يدي تعليق حاجات ثانيه. فقال لك حضرتك برده عندنا تايز جميله جدا، تاي عندنا حضرتك عندنا برده في تاي جميله جدا. عندك تاي طبعا دي اللي هي الكارفاتا تاي وممكن برضو حضرتك تقدر تشتري برضو ساكس اللي هي الشرابات. وفي عندنا برضو بيجامز دي اللي هي البيجامه العاديه اللي بنلبسها في البيت بيجامز. فبصيت له كده قلت له اه كلسون يعني. قال لك حضرتك اسمها بيجامز من فضلك، بيجامز انت في مكان محترم. فالمهم انت كان عندك سؤال محيرك الحقيقه، انت كنت عايز بلوفر فقلت له حضرتك في بلوفرات، فقلت له حضرتك في بلوفرات. قال لك سويرر يا فندم، ايوه موجود عندنا حضرتك عندنا سويررز بانواع كتيره جدا. طبعا سويرر ده اللي هو البلوفر اللي هو سويرر. المهم انت واقف جات لك مكالمه مهمه جدا، هوبا ايه خطيبتك وصلت. بدا بقى خطيبتك بقى ايه المهم تتكلم، فبتقول حضرتك عندكم بلوزات حريمي؟ قال لها حضرتك تقصدي ايه يا فندم؟ المهم الراجل من صدمته يعني من كلمه بلوزات، هو حضرتك تقصدي بلاوز حضرتك تقصدي بلاوز؟ تمام يا فندم عندنا بلاوز، عندنا بلاوز. طبعا بلاوز دي اللي هي بلوزه. قال لها ايوه يا فندم عندنا بلاوز اللي هي البلوزه طبعا، وقال لها عندنا سكيرتس اند دريسز. المهم طبعا ايه دريس ده اللي هو الفستان، وسكيرت ده اللي هي الجيبه. المهم انت طبعا ايه سمعت الكلمتين دول افتكرت ان هو بيشتمها، قلت له بقى بدات تزعله. قلت له بص بقى بقول لك ايه، هات لي واحده من اللي هناك دي تكلم خطيبتي، انا ما بحبش خطيبتي يا رجاله كلموها من فضلك. المهم راح نادلك على واحده تتعامل بقى مع خطيبتك. فالمهم يعني ايه بقى خطيبتك بدات تكلمها، فاول حاجه قالتها لها حضرتك عندكم كليتات؟ المهم قالت لها حضرتك الكليتات دي حضرتك احنا في مكان محترم حاجه اسمها بانتيز اسمها بانتيز. فالمهم ايه قالت لها بانتيز ايه يا ولية انت بقى ما انت ماشيه وسايباها. المهم انت طبعا ايه مشيت وما اشتريتش حاجه خالص بعد ما عملت خناقه كبيره وسبتهم ومشيت. وده كان درس طبعا اتعلمت منه شويه كلمات انجلش مهمه جدا. وما تنساش زي كل حلقه بقول لكم ما تنساش اهم حاجه في الانجلش مش ان انا مجرد اعرف كلمات، اهم حاجه الممارسه، لازم كل يوم اتكلم انجلش. وعشان كده ممكن تيجي تحضر معانا الورك شوبس اللي بنعملها في سبيجلش، ورك شوبس مجانيه تقدر تيجي تحضرها زي الكونفرسيشن كلاب، امريكان اكسنت ورك شوب، جرامر مونستر، الليسننج سيشن والموفي كلاب، تقدر تحضر الحاجات دي فور فري معانا. وما تنساش تكتب لنا الكلمات الجديده اللي انت اتعلمتها في الكومنتس وتستخدمها في جمله عشان ما تنساهاش. شكرا ليكوا وباي باي.